نجم الشباك في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت وقدر النادي الاهلي يخطفه، وقدر طبعا كهربا يلبس قميص النادي الاهلي، وانا شايف ان هو هيفيد النادي الاهلي. في حاجه تانية انت بتتكلم فيها، في مركز النادي الاهلي لازم يدعمه مع صفقه كهربا، يبقى كده النادي الاهلي ما عندوش مشكله في كل الخطوط ويقدر ان هو ياخد افريقيا مستريح. قلب الدفاع برغم وجود وفره عدديه، لكن تقصد ان الاصابات والحاجات دي مأثره؟ وفره عدديه زي ما انت بتقول، لكن اصابات كتيره قوي، واخرهم اصابه سعد سمير. لكن ربنا يشفيه، بنقول له الف سلامه ان شاء الله. هيقعد حوالي 8 شهور بالظبط، يعني تتكلم في سنه. خلاص الموسم انتهى بالنسبه له بالظبط. ورامي ربيعه طبعا برضو اصاباته كتير، اصاباته كتير، نتمنى له الشفاء. وعندنا متولي برضو متعور، متولي لسه راجع، وفاضل ايمن. فانت بتتكلم في اثنين لعيبه من ما بين بره ما بين جوه. لما تخش مثلا مباراه زي النجم الساحلي او الهلال في الهلال بره ملعبك في السودان مثلا، هتلاقي الامور صعبه عليك. مش هنفضل بقى نجيب احمد فتحي من الباك اليمين تحطه، او هاني تحطه من الباك اليمين. لا طبعا. انت عندك الباكات الاطراف، عندك طبعا فتحي وهاني ومعلول ووحيد، فما عندكش مشكله خالص بالظبط. انما حته القلب دي لما يقع منك اتنين مره واحده تبقى مشكله. طب هل تعتقد ان اصابه سعد امبارح تغير من ميركاتو الشتاء في الاهلي؟ بدل ما يجيب مهاجم زي ما سمعنا عن بلاسنج النيجيري ده انه قريب، هل تعتقد ان ممكن الامور تتغير ويجيبوا مساك؟ هو النادي الاهلي محتاج مهاجم فعلا، لان النادي الاهلي مين الفرد الصريح ومين الفرد الاساسي النادي الاهلي دلوقتي؟ قول لي انت يا كابتن سامي. مفيش حد. ازارو، ازارو ماتش بره وماتش جوه، ومروان نفس الكلام، محسن مش موجود، صلاح محسن مش موجود، اجاييه، اجاييه تحت الفرود لما مروان بيبقى عنده اصابه او وليد مش متالق او مش فايق بيروح ملعبه زي ماتش الزمالك. فرود صريح. لما ازارو بيرجع بيرجع بس هو مناسب تاني في تحت الفرود في كوره فايلر، مناسب يعني مناسب، بس اجاييه عنده مشكله ان هو بينزل تحت قوي، بينزل السلم من تحت قوي، وهو في معظم الوقت بيطلب منه ان هو يبقى فرود صريح. فانت كده بتدي ارتياحيه للمدافعين الخصم ان هي تلعب براحتها. بس قصدي ان دي كوره، دي خط يعني من ضمن اساليب فايلر، انه راس الحربه بينزل عشان يفضي مساحه للاجنحه انها تخش مكانه. يعني فيرمينو بيعمل كده حتى مع ليفربول. مظبوط. فليه لا انه اجاييه ما يبقاش؟ عشان انت بتشغل الاطراف كويس قوي عن طريق معلول وعن طريق احمد فتحي او هاني. مظبوط. بيبقى فرود صريح اجاييه داخل ال 18 ايا كان مين اللي موجود. بتكمل ده قفشه بيخش فيرو التالت تاني، وشحات ورمضان اللي بيبقى موجود واجاييه. فدي طريقه فايلر. انا بتكلم في الماتشات التقيله، ماتشات افريقيا اللي هي انت عايز مهاجم صريح، صريح محطه. يبقى راجل فرود النادي الاهلي مين؟ كل اسبوع لعيب في الملعب. فانت محتاج واحد لازم يكون بمواصفات خاصه. بالزبط. مهاجم تسعه، مهاجم صندوق. بالظبط. اوكي. لازم عشان تنافس على بطوله افريقيا لازم يكون معاك فرويد قوي جدا جوه الصندوق زي ما انت بتقول. مكنه اجوان، مكنه اجوان، واحد مساك طب دولي. انت هتجيب الاثنين ولا تعتقد ان الامور هتمشي هترسي على ايه؟ لو في امكانيه وفي مكان، انا رايي ان النادي الاهلي يجيب اثنين لعيبه. ولو مفيش مساك وفرويد، لو مفيش النادي الاهلي هيعاني في خط الظهر.